يا ترى الذهب رايح على فين، وهل ممكن يرجع للفوضى من تاني، وايه اللي هيحصل يوم 10 مايو اللي جاي، وعلاقة المعدن الأصفر بسعر الدولار في البنوك؟ بانكير نبض البنوك. حكايات المصريين مع الذهب ما بتخلصش، وهم اكتر شعب بيحب يستثمر او يتزين بالمعدن الاصفر من الاف السنين، بدليل ان كل كنوزهم واموالهم بيحولوها لذهب وبيخبوها سواء للورثه او للاحتياط. والحقيقه سوق الصاغه زي اي سوق حصل فيه اضطراب كبير جدا على مدار الشهور اللي فاتت كلها، وقبل قرار التعويم، وده بسبب التلاعب الكبير اللي حصل في سوق الذهب والاحتكار وحجب المعدن وتقليل المعروض وجنون الدولار في السوق السوداء، لدرجه ان دولار الذهب كان مسعر بحوالي من 65 ل 70 جنيه مره واحده، وشفنا ساعتها صعود قياسي في الاسعار، وخاصه عيار 21 عدى ال 4000 جنيه لدرجه توقف التداول او التسعير. كل ده معروف، وبنفكركم كمان ان الحكومه حاولت تحل ازمه نقص المعروض في الذهب بمبادرات مهمه جدا، من بينها السماح للمغتربين المصريين بجلب الذهب معاهم باي كميه بدون جمارك ومقابل بسيط جدا من الرسوم. وفعلا كانت المبادره دي طوق النجاه لسوق الذهب في عز ازمه نقص الدولار، ولولا مبادره ذهب المغتربين كان جرام الذهب وصل لاكثر من 7000 جنيه حسب ما قال خبراء المعادن. وعلشان نعرف قد ايه المبادره دي كان ليها اثر كبير في عمل توازن في سوق الصاغه المصريه بالخارج، دخلوا حوالي 4.5 طن ذهب في الفتره من المبادره، وده حجم كبير جدا جدا بالمقارنه بالكميه اللي قبل كده، ده غير الذهب اللي المصريين اشتروه واللي لسه ما نزلوش بيه. طب ايه هو الحدث اللي الصاغه كلها مستنياه؟ زي ما احنا عارفين ان مجلس الوزراء سبق وافق على مد العمل بقرار رقم 1801 لسنة 2023، وهو الخاص بمنح اعفاء جمركي لواردات الذهب من الجمارك، اللي هي المبادرة اللي بتتكلم عنها لمدة 6 شهور هتنتهي في 10 مايو 2024، يعني هتخلص بعد حوالي 45 يوم. ولو الحكومة قررت ما تمدش في المبادرة التانية اكيد هيحصل رد فعل في سوق الذهب، لانه مورد كبير من المعدن هيوقف، وبالتالي هيتأثر المعروض، وفي وضع لسه السوق ما استقرش بنسبة كبيرة متوقع هيحصل اضطراب اكتر في الصاغة لو حصل وانتهت المبادرة. انا اشرقت اشرف، والى اللقاء. بانكير نبض البنوك.